نفس القانون اللي انا لسه حالا كنت بقوله لحضرتك، ان اي حاجه اس اكس هي هيها، نفس القيمه اس اكس هي هي بس مضروبه في لين الاي، نفس القانون اللي فات واللي احنا حطيناه مع بعضنا، ان الاي اس اكس بقت 3 اس اكس، تبقى ال 3 اس اكس مضروبه في لين الثلاثه، هي هي نفس القانون اللي هو الاكسبوننشال فانكشن اللي هو لين الاي مضروبه في الاي تو ذا بار اكس. الموضوع سهل جدا وما بيحتاجلوش اثباتات، كل اللي احنا محتاجينه ان احنا على طول نطبق في القاعده بتاعه الديفرنشيشن. طب لو انا بقى جيت قلت لحضرتك تعالى نبص على قاعده جديده في حاله ان انا عندي كونستانت فاليو، يعني الفانكشن بتاعتي اف اوف الاكس ضربتها في كونستانت فاليو، الفانكشن بتاعتي لما تتضرب في كونستانت فاليو هي هيها الديريفيتيف بتاع الفانكشن نفسه مضروب في الكونستانت فاليو بتاعتي. يعني ايه يا جماعه؟ قال لك يعني في الحالات دي حضرتك بتاخد السي دي وتخرجها لبره، السي دي رقم ثابت، وطالما هي رقم ثابت هي ما بتفرقش معايا في التفاضل بتاعي، وطالما ما بتفرقش معايا في التفاضل بتاعي يبقى ده معناه اني بفاضل الداله نفسها وبضرب بعد كده التفاضل في القيمه الست. تعال نبص مع بعض على الفانكشن بتاعتي. لو انا جيت اديت لحضرتك الفانكشن بتاعتنا اكزامبل 3 اكس اس 4، ف 3 اكس اس 4 بتساوي خد ال 3 دي بما انها رقم ثابت وطلعها لبره، يبقى معنى كده ان انا بفاضل ايه؟ انا بفاضل اكس اس 4. طب تفاضل اكس اس 4 ايه؟ ادي الاس بتاعي نزله واطرح من الاس بواحد، يبقى معنى كده ان انا بقول 3 في 4 في اكس اس 3 يعني 12 اكس اس 3. تعالى نشوف بقى مع بعض لو انا عندي دالتين والدالتين دولت هجمعهم او اطرحهم. لحد ان انا عندي دالتين والدالتين ديفرنشال، يعني الدالتين ليهم تفاضل، مجموعهم وطرحهم هو بيساوي عباره عن تفاضل الاولى زائد تفاضل الثانيه، في حاله الطرح هو تفاضل الاولى طرح تفاضل الثانيه، يعني بجيب الديريفيتيف للاولى بس الديريفيتيف للثانيه، او الديريفيتيف للاولى ناقص الديريفيتيف للثانيه. ده في حاله ان انا عندي جمع وطرح عادي جدا، يعني كاني وزعت عمليه الديفرنشيشن، جبت التفاضل بتاع الاولى زائد التفاضل الثانيه، او جبت التفاضل الثانيه ناقص الاولى ناقص التفاضل الثانيه. طب افرض بقى ان انا عندي الامر مش جمع وطرح، افرض ان الموضوع عندي بقى ضرب وقسمه، لا في حاله الضرب والقسمه الامر بيختلف. تعالوا بس الاول نبص على مثال. انا المثال عندي هنا بيقول هات لي التفاضل لاكس اس 8 زائد 12 اكس اس 5 ناقص 4 اكس اس 4 زائد 10 اكس اس 3 ناقص 6 اكس زائد 5. المنظر اللي قدام حضراتكم هنا اقدر اقول ان دي الداله الاولانيه اهي، وادي الثانيه، وادي الثالثه، وادي الرابعه، والخامسه، وهكذا. ده معناه ان هجيب تفاضل دي زائد تفاضل دي ناقص تفاضل دي زائد دي ناقص دي وهكذا. خلي بالنا ان انا عندي هنا خمسه، والخمسه دي قيمه ثابته، وطالما هي قيمه ثابته فتفاضل القيمه الثابته بصفر. غير كده هبدا اجيب تفاضل كل واحده فيهم على حده، يبقى 8 اكس اس 8 هي 8 اكس اس 7. الخمسه هضربها في ال 12 وهطرح من الخمسه واحد، يبقى 12 في 5 في اكس اس 4. اكس اس 4 هنزل ال 4 واضرب فيه تبقى اكس اس 3، يبقى 4 في 4 في اكس اس 3. الاكس اس 3 هضربها في ال 10 ويبقى اطرح واحد من 3 يبقى اكس اس 2 وهكذا. يبقى فضلت كل واحده فيهم لوحدها وجمعتهم او طرحتهم بالشكل العادي جدا. طب لو كانت الدالتين مضروبين في بعض يا جماعه، لو كانت الدالتين دول مضروبين في بعض فانا في عندي قانون مهم جدا بتتبعه، الا وهو ايه؟ اني علشان اجيب تفاضل اي دالتين مضروبين فانا بجيب الداله الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى. الداله الاولى في تفاضل الثانيه زائد الداله الثانيه في تفاضل الاولى، يعني بعكس بعضهم، الاولى في الثانيه بس بفاضل الثانيه زائد الثانيه وفاضل الاولى. تعالى نبص مع بعض على مثال. ادي دالتين اهم، الداله الاولانيه هي 3 اكس ناقص 2 اكس تربيع، وادي الداله الثانيه هي 5 زائد 4 اكس. الحل بتاعي هو ايه؟ ان اقول الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى. تعالوا نبص مع بعض، ادي الاولى اهي، الفرست اهي، 3 اكس ناقص 2 اكس تربيع في تفاضل الثانيه، تفاضل دي. طب تعالوا حضراتكم نفاضل دي مع بعضنا كده، تفاضل دي ايه؟ الخمسة تفاضلها بصفر لأنها قيمة ثابتة. طب الأربعة إكس تفاضلها إيه؟ تفاضلها أربعة. ليه؟ الإكس دي أس واحد.
نزل الواحد واطرح من الواحد ده واحد، يبقى اكس اس صفر واكس اس صفر واحد، يبقى تفاضلنا باربعه. يبقى معنى كده ان الاولى في تفاضل الثانيه، وتفاضل الثانيه عندي باربعه، زائد الثانيه اللي هي اهي اللي هي دي في تفاضل الاولى. تعال نبص تفاضل الاولى، ال 3 اكس دي تفاضلها ايه؟ تفاضلها 3 ناقص 2 اكس تربيع، تفاضلها ايه؟ نزل الاكس دي نزل الاثنين دي هنا، يبقى 4 اكس. يبقى تفاضل الداله دي هي 3 ناقص 4 اكس، يبقى معنى كده الثانيه في تفاضل الاولى. يبقى البرودكت رول عندي، البرودكت رول عندي هي قاعده من قواعد التفاضل بتقول الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى. نقولها تاني، البرودكت رول هي الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى. تعالى بص بقى لواحده من اهم الرولز اللي احنا بنستخدمها اللي هي الكوشنت رول. يعني ايه الكوشنت رول يا شباب؟ كوشنت رول معناها ان انا عندي داله، الداله دي ليها مقام، عندي داله والداله دي ليها مقام. طب عشان اقول ان انا عندي داله والداله دي ليها مقام، فالداله بتاعتي اللي ليها مقام دي، خلي بال حضراتكم القانون بيقول ايه بقى؟ بيقول لحضرتك المقام، المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام. ما اختلفتش كتير عن اللي فاتت؟ لا اختلفت، ركز معايا، اللي فاتت كانت بالزائد هنا بالناقص. ثانيا هنا الترتيب مهم، هنا لازم اخلي بالي من ترتيبهم كويس قوي. المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام على المقام تربيع. نقولها تاني، لما بيكون في عندي تو فانكشنز اف اوف الاكس وجي اوف الاكس، فتفاضلها بيساوي ايه؟ الجي اوف الاكس اللي هي المقام في تفاضل البسط، في تفاضل الداله الاولانيه، ناقص الداله الاولانيه في تفاضل المقام على المقام تربيع. هو دي الاشتقاق بتاعي، هو دي الديريفاتيف بتاعتي. تعالى نشوف مع بعض مثال. لو انا جيت اديت لحضرتك الشكل ده، ادي الداله بتاعتي دي جي اوف الاكس اهي، ادي المقام وادي البسط بتاعنا. اتفقنا كان بيساوي ايه؟ اتفقنا ان هو كان بيساوي المقام في تفاضل البسط، المقام اللي هو 4 اكس زائد 3 في تفاضل البسط. تعالى نفاضل البسط، البسط بتاعي اللي هو 2 اكس ناقص 1، 2 اكس ناقص 1 الواحد تفاضله هيبقى بصفر، يبقى 2 اكس يبقى في 2 ناقص البسط في تفاضل المقام، البسط بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو 2 اكس ناقص 1 في تفاضل المقام، تفاضل المقام، تعالى نفاضل المقام دوت يا شباب، التلاتة دي صفر، 4 اكس يبقى التفاضل بتاعي هيبقى 4 على المقام تربيع. المقام تربيع يعني 4 اكس زائد 3 الكل تربيع. كده انا فضلت الداله دي؟ اه انا كده فضلت الداله دي. طبعا حضرتك تقدر بقى ايه تفك الاقواس اللي فوق دي وتبدا تختصر عادي جدا مع نفسك بطريقه عاديه جدا. اهو جبت ايه؟ جبت الاولى اللي هو البسط، المقام اللي هي الفي، الفي اهي المقام، المقام في مشتقه البسط زائد ناقص البسط في مشتقه المقام على البسط على المقام تربيع. اهي نفس اللي احنا كنا لسه حالا كنا كاتبينه مع بعضنا، وطبعا حضراتكم هتفكوها هيوصل لك ان دي هي الاف اوف الاكس برايم او الفيرست ديريفيتيف للفانكشن بتاعتي. عندي كمان التريجونومتريك فانكشن او الدوال المثلثيه، هي كمان ليها اشتقاق. وخلي بال حضراتكم ان الاشتقاق بتاع الدوال المثلثيه هي عباره عن شويه قواعد ثابته. زي ايه مثلا؟ زي ان لو حضرتك بصيت على الكيرفين الموجودين قدامك دي بالنسبه لي ساين، لكن لما تم اشتقاق الساين الشكل بتاعها او الكيرف بتاعها ما بقاش ساين، بقى الكيرف بتاعها كوساين، وده معناه ان الاشتقاق بتاع الساين هو هو الكوساين. يبقى معنى كده ان دي ساين اكس على دي اكس هي عباره عن كوساين اكس. احنا مش عندنا اثباتات القوانين دي، او مش عندنا اثباتات ل ازاي مثلا الكوساين بقت بماينس ساين، او ازاي التان بقت بسيك سكوير. انا مش محتاجه ان حضراتكم اثباتات القانون دي، بس محتاجين ان احنا عارفين ان الداله دي هو دوت الاشتقاق بتاعها، والداله دي الكوتان مثلا اشتقاق بتاعها ماينس كوسيك تربيع، وان السيك
اكس الاشتقاق بتاع سيك اكس في تان اكس، يبقى انا محتاجه ان حضراتكم تبقوا حافظين القانون علشان لما نبدا نطبق مسائل هنطبق تطبيق مباشر في المسائل، لكن غير كده انا مش محتاجه لحضراتكم تعرفوا لي اثباتات. طيب تعال بص، مثلا لو جيت اديت لحضرتك واي بتساوي 1 ناقص كوساين اكس على ساين اكس، اما اجي اقول لحضرتك 1 ناقص كوساين اكس على ساين اكس، ابسط حاجه ممكن اعملها عشان احل المساله دي اني اوزع المقام، يبقى 1 على ساين دي مره اهي كده، وكوساين على ساين دي مره، ومعنى ان اقول 1 على ساين يبقى معناها اني بقول كوسيك ناقص الكوتين، يبقى معنى كده ان الداله بتاعتي انا ما عملتش اشتقاق لسه، انا كل اللي عملته ان انا عملت لها سمبليفاي يعني غيرت شكلها بس مش اكتر، فبقت 1 على ساين اللي هي كوسيك وكوساين على تان اللي هي كوتين، يبقى انا اقدر في الحاله دي اشتق دي لوحدها ناقص اشتقاق دي اهي، لان في بينهم علامه ناقص، يبقى انا قدرت ان انا اطلع اشتقاق الداله بتاعي، او انك تمشي بقى بالشكل التقليدي بتاعنا، دي طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه هي ايه يا شباب؟ هي الطريقه بتاعت الكوشن رول بقى، ما هي دي داله ليها بسط ومقام، اشتقاها بالشكل اللي يريحك، اشتقاها بشكل يريحك، يبقى قلنا ايه؟ يبقى هقول المقام في مشتقه البسط ناقص البسط في مشتقه المقام على المقام تربيع، دي طريقه ودي طريقه، دي طريقه ودي طريقه، والاثنين لازم يكون نفس النتيجه هي هي، يبقى ده معناه اني عملت ايه؟ اني جبت لك المقام في مشتقه البسط ماينس كوساين الاشتقاق بتاعها ساين ناقص البسط في مشتقه المقام على ساين تربيع اللي هو المقام تربيع. حضرتك بقى هتبدا تفك القانون دوت او تبدا تفك البسط دوت، هيطلع لحضرتك المشتقه بتاعتك بواحد ناقص كوساين اكس على ساين تربيع اكس، ولو انت كنت مشيت باشتقيه الاثنين دول مباشره هيطلعوا لحضرتك نفس الكلام هو. تقدر تعملها بالشكل طبعا اللي يريحك. تعالوا نبص على يمكن تقريبا يمكن دي اخر حاجه هنتكلم عنها النهارده في البرزنتيشن دي، اللي هي الفيرست ديريفاتيف والسكند ديريفاتيف والثيرد والفورث او الانت ديريفاتيف. يعني معنى كده ان انا ممكن اشتق الداله بتاعتي مور ذان وان تايم، عشان كده انا دايما وانا بتكلم بقول لك دي المشتقه الاولى. يعني ايه المشتقه الاولى؟ يعني انا اقدر اخد الداله بعد ما اشتقتها هي وارجع اشتقها تاني، فبتبقى لما تبقى اف برايم بتبقى السكند ديريفاتيف يعني علامتين داش فوق الاف، عايز اعمل الثيرد ديريفاتيف يبقى 3 4 5 وهكذا، اقدر اشتق الداله بتاعتي مور ذان وان تايم. فلو جيت قلت لحضرتك مثلا عندي اكس اس وليكن 10، الاكس اس 10 دي انا اقدر اشتقها كم مره؟ انا اقدر اشتقها 10 مرات. ليه هقدر اشتقها 10 مرات؟ لان كل مره هقلل الاس بتاعي بواحد، فالمره الاولى هيبقى الاس ب9، الثانيه ب8 وهكذا لحد ما اوصل ان انا عندي الاكس تبقى بصفر، يبقى انا اقدر اشتق اي داله اي عدد من المرات انا عاوزاه. احنا كده خلصنا يعني الجزء المهم في الديفرنشيشن، فاضل لي بس ان انا اتكلم على التشين رول. انا هفتح لحضراتكم المايكات لو حضراتكم اوكي ان احنا نكمل، استاذن حدوك حد بس يرد عليا ان يقول لي ان احنا نكمل، لو حضراتكم شايفين ان انتوا كده خلاص تعبتوا برضو يا ريت حد ينبهني بحيث ان انا اكمل المره اللي جايه. نكمل يا جماعه؟ لا يا دكتور كفايه كده والله، يعني احنا هنجمع خالص. طيب يبقى اوكي ماشي. يبقى انا هرفع لحضراتكم ان شاء الله الفيديوهات بتاعه النهارده، وهبعت لكم اللينك بتاع الفيديوهات على الفيسبوك زي كل مره، وارفع لحضراتكم الملفات على منصه الجامعه ملفات البي دي اف. المره الجايه ان شاء الله هيكون لقاءنا في الكليه باذن الله، هنتكلم على حاجه اسمها التشين رول او قاعده السلسله، وبعدها ان شاء الله هنتكلم على التكامل. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي، ولو اي حد اي طبعا اي استفسار خاص بالامتحان باذن الله هكون الاسبوع الجاي اكون حطيت الامتحان، بحيث ان انا ارد على اي استفسارات خاصه من حضراتكم من ناحيه
عدد الأسئلة أو طبيعة الأسئلة، وإذا كنا هنمتحن مع بعض. إحنا هنمتحن إن شاء الله يوم الامتحان النهائي الميد ترم وكويز 1، هنمتحن كله مع بعض إن شاء الله يوم الامتحان النهائي بإذن الله. هعرف حضراتكم الآلية اللي إحنا هنمتحن بيها إن شاء الله الأسبوع الجاي لما نتقابل. أشوف حضراتكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي. السلام عليكم. يا دكتور، اتفضلي يا بابا. طب انا كان عندي اسئله في المحاضره وحضرتك كنت قافله المايك، كان عندك ايه بابا؟ اسئله وحضرتك بتشرحي وحضرتك كنت قافله المايك. طيب انت رفعت ايدك يا اسماء، مش احنا اتفقنا يا جماعه ان انت بس لو انت عندك اي استفسار بتريز هاند، بحيث ان انا بيوصل لي ان في حد عايز يوقفني. انت رفعتي ما ايدك. الريز هاند عندي مش شغاله، انا فاتحه من على اللابتوب وكتبت لحضرتك في الشات. طيب اتفضلي يا اسماء، يعني اسالي وانا هجاوب حضرتك على السؤال. يا دكتور، في أول في السلايد الأول اللي كنا بنتكلم فيه عن القانون ده، حضرتك لما جيتي قلتي هنشيل كل إكس ونحط مكانها إكس تربيع، تمام، هتشيل كل اكس ونحط مكانها اكس تربيع. حضرتك تقريبا شلت الإكس في إكس كلها وحطيت التربيع عليها كلها، دي ليه بقى؟ يا حبيبتي ما هي الفانكشن عباره عن ايه؟ انت هتشيلي الاكس بتاعتك وتعوضي مكانها بالقيمه الجديده. فالفانكشن كانت اف اوف الاكس بلس الاتش، صح كده؟ ناقص اف اوف الاكس، مظبوط يا اسماء؟ طيب هي الفانكشن الاساسيه بتاعتي اللي انا عايزه اجيب لها التفاضل بتاعها مش هي اكس تربيع؟ ايوه تمام. دي يبقى ده معناه اني هشيل اف اوف الاكس بلس الاتش، اشيلها كلها واحط مكانها التربيع بتاعها. يعني احنا بنشيل الفانكشن كاملة، يعني اللي هي اللي بتبقى في الكوست كلها. بتشيل القوس كله وتحط القوس كله وتحطي عليه الاس بتاع الفانكشن الاصليه. تمام يا دكتور. عندك سؤال تاني يا اسماء؟ وكان في سؤال بس تقريبا مش فاكره والله. ايوه اسيبك تذاكري، والاسبوع الجاي احنا كده كده هنتقابل ان شاء الله وتكوني جمعتي كل الاسئله اللي عند حضرتك. في حد عنده اي تعليق تاني يا شباب؟ دكتور، هو حضرتك كنت مدينا assignment قبل العيد كده، ده هيتسلم؟ هستلمه من حضراتكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. تمام. ان شاء الله. ماشي يا شباب، اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. السلام عليكم.